اجتمع الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في مكتبه بالوزارة مع سعادة السيد بيوش شريف أسلاف سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين. وخلال الاجتماع رحب الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة بسفير جمهورية الهند مهتما بالعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، ومؤكدا على وجود الكثير من الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاستثمارية والاستراتيجية المتنوعة التي ستضيف رصيدا جديدا لمسار الشراكة بين البلدين الصديقين بما يحقق التطلعات المشتركة. أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن ارتياحه لنجاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند برئاسة وزيري خارجية البلدين، والذي عقد في نيودلهي يوم 7 أبريل الجاري، ومثمنا الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون المشترك في كافة المجالات والتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا. من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية الهند عن تطلع بلاده لتطوير علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة مع مملكة البحرين بما يصب في صالح البلدين الصديقين، متمنيا للمملكة دوام الرقي والازدهار.